سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي. أريد منكم سيادة العميد قراءة عسكرية في نوع الأسلحة التي تم استخدامها في هذا العدوان على الضاحية الجنوبية ببيروت. يعني يجدر الإشارة أنها أولا أسلحة أمريكية تزن 2000 رطل من المتفجرات. هذه القنبلة قادرة على الغوص في أعماق الأرض إلى مدى 20 متر تحت الأرض. الانفجار بالحقيقة هو انفجار هائل، يعني يحدث إلى حد ما هزة أرضية لأنه ارتجاجي كذلك. المباني سقطت من الارتجاج. ما استهدفه إذا كان فعلا استهدفه هو نفق تحت الأرض، يعني ذلك أن هناك سونار أمريكي أو فرنسي، لأن هما الدولتين لديهما هذا السونار الجوي لأعماق الأرض. يعني هناك مشاركة غربية في هذا الاستهداف. الأخطر في الاستهداف هذا أنه دائما كما كان يعني يبرر استهدافه المدنيين أن هناك صواريخ في المنازل، وأنت تعطي يعني كل العالم يعرف أن حجم الصواريخ لا يمكن أن تكون داخل المنازل، وجميعنا شاهد منشآت الصاروخية الخاصة بحزب الله الموجودة تحت الأرض في مناطق صخرية في الجبال وليس في المنازل كما يصور الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك اليوم الاستهداف اليوم أنهم يستهدفون سماحة السيد حسن نصر الله قائد المقاومة، يعني ذلك أن بإمكان الإسرائيلي اليوم تدمير الضاحية. كل يوم مثلا يدمر 10-15 برج مثلا، لأنه يقول أو اشتبه بأن السيد حسن نصر الله في هذا المكان. هذه هي خطورة الموقف.